طب كابتن، يعني منتصر حضرتك كنت لعيب ووتر بولو وابيت ان انت تبطل رياضه، لا كلمني عن القصه برضو زي ما هي كده. لا انا ما ابيتش ولا حاجه، هو انا حضرتك يعني من سن 5 سنين ما شاء الله. دلوقتي انا عندي 67 سنه. ربنا يديك الصحه يا كابتن. ما بطلتش، مارست سباحه ومارست جمباز كمان. بتغششوا بعض. دايفنج؟ لا دايفنج. بعد كده ركزت في السباحه لغايه 13 سنه، بعدين اتجهت للوتر بولو من 15 سنه ما شاء الله. دخلت منتخب مصر وقعدت في منتخب مصر لغايه 39 سنه. تسع من 15 سنه ل 39 سنه. سنه 36 ما شاء الله. ف لعبت سنه 82 بطوله عالم كره ميه، ولعبت بطوله عالم تانية سنه 91 في بيرس في استراليا. طبعا لعبت بقى بطولات بحر ابيض 2 و رحله عطاء بطولات افريقيا 7-8 مرات و بطولات عربيه ما شاء الله. طب بتلعب الاساتذه من قد ايه يا كابتن؟ والله احنا الاساتذه ابتدت فكرتها سنه 98 وكنت انا وطبعا اللواء دوري عبد القادر الله يرحمه. ده كان استاذنا طبعا. واول بطوله عالم طلعها منتخب مصر سنه 2000 كانت في ميونخ. كنت فيها؟ في ميونخ طبعا ما شاء الله. واحنا من ضمن المؤسسين انا والكابتن دوري عبد القادر، طبعا كان في حماده انديل طبعا الله يرحمه في الجزيره طبعا. وكان في كمال منظور من اسماعيليه، في بعض يعني ناس افاضل. طبعا الدكتور فتحي الجندي كان سكرتير اتحاد السباحه فساعتها عمل مجهود برضو معانا، وطبعا الكابتن يحيى البهنساوي من ضمن الناس اللي كانت معانا. اسامي كبيره جدا. طبعا ما شاء الله طبعا ما شاء الله كده.